بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منتخب مصر وأولى المباريات وأول تعثر الحقيقة مع أول مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعادل إيجابي بطعم الهزيمة أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق. لما تيجي تتكلم عن هذه المباراة بيني وبين حضرتك لازم تفتكر ان هذه المباراة مباراة مش عايزين نفتكرها بكل احداثها بكل سيناريوهاتها. البداية جيدة جدا ولا افضل، الحقيقة بداية رائعة لمنتخبنا الوطني وهدف جميل، ولكن تعثر في نهاية المباراة، تعثر وتعادل ايجابي مع منتخب موزمبيق المجتهد الحقيقة بهدفين لكل فريق. النهارده منتخبنا الوطني لم يبدأ هذه المباراة أو لم يبدأ هذه البطولة بشكل جيد. سبحان مغير الأحوال. بعد ما جبنا جون تبدل كلنا، تخيلنا كل الواحد قاعد بيتفرج على هذه المباراة، تخيل أن هذه المباراة ستنتهي بعد هدف مصطفى محمد الأول، يعني المباراة انتهت وأن الدنيا أصبحت أفضل وأفضل وأفضل، وكان يجب على لاعبة المنتخب في ذلك الوقت ان هم يدوسوا 10 دقائق ربع ساعه كمان اكتر وبعد كده يستريحوا. ولكن بعدما احرزنا الهدف ضغطنا حوالي 5 دقائق او 10 دقائق بعد كده، وبعدين وجدنا منتخب مختلف تماما عن اللي بدا هذه المباراه. تبدلت الاحوال وتبدلت الامور بشكل كبير جدا. تحول زمام الامور في هذه المباراه لمنتخب موزمبيق، ولاعيبه منتخبنا وجهه نظري ان هم ضمنوا ان احنا هنكسب، وهنكسب في اي وقت، لانه بيني وبين حضرتك منتخب موزمبيق منتخب مجتهد، منتخب جيد، منتخب تقدر تقول عليه زي ما انت عايز. ولكن بعد مشاهدتي بقى، انا بتكلم من الناحيه الفنيه، بعد مشاهدتي لهذه المباراه منتخب موزمبيق قول عليه زي ما انت عايز تقول، ولكن في النهايه هو منتخب اقل من منتخب مصر بكتير بكتير. اعتمد على 2 أو 3 لاعبين بشكل فردي فقط لا غير، لكن منتخب موزمبيق راح بكورتين، نجح ان هو يجيب جونين وضيع كورتين تانيين بسبب التغطيات العكسيه سواء من محمد حمدي او من محمد هاني. اضعت اهداف، يعني انا سامع الاستوديوهات التحليليه تقول لك ايه، منتخب مصر اضاع العديد من الاهداف. انا مش شايف فرصه محققه لمنتخب مصر، ممكن أقول فرصة أو اتنين، لكن هل هناك فرص محققة لمنتخب مصر خلال هذه المباراة؟ أقدر أقول لحضرتك لا. فرص محققة يعني إيه؟ يعني انفرادات، يعني كرات عرضية وجت جنب العرض، مفيش الكلام ده، كلها كرات لم ترتقي إلى أن أنت تقول أن منتخب مصر أضاع العديد من الفرص. تراجع غريب وغير مفهوم الحقيقة وغير مبرر، وحالة توهان لجميع لعيبة المنتخب غير مفهومة لجميع لعيبة المنتخب. هل حضرتك لك ان تتخيل كمصري وانت قاعد بتتفرج مع اصحابك مع قرايبك مع اهلك مع ناسك مع حبايبك، وانت قاعد بتتفرج كده بعد ما الجون الاولاني دخل قلت خلاص هنكسب وهنكسب كتير، وبعد كده ربنا يستر ونعرف نكسب؟ كلنا واحنا قاعدين بنتفرج قلنا هذا الكلام. انا كنت عند احد اصدقائي وهو بيتكلم، واحنا يعني احنا كتير مجموعه من الاصدقاء قاعدين بنتفرج على هذه المباراه، كلنا واحنا قاعدين اللي قام اتغدى واللي قام كل كبده واللي قال كم كل كذا واللي كل عمل كذا، خلاص قلنا بعد الهدف الاول الموضوع هيبقى سهل. لكن بيني وبين حضراتكم فوجئنا بمنتخب عنده مشاكل كثيره جدا جدا. كان لسه كانوا بيتكلموا معايا من شويه فبيقولوا لي اسلام الوضع 1 2 3، قلت لهم انا ما اقدرش اقول اي مبررات لمنتخبنا الوطني كلعيب، يعني قبل كده لعبت في البطولات الافريقيه، لكن اقدر اقول حاجه واحده بس، ان الرطوبه بتؤثر بشكل سلبي كبير جدا 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 على لعيب على اي لعيب في شمال افريقيا. هتقول لي هنشوف كده مع الجزائر؟ هقول لك اه. هتقول لي هتشوف كده مع المغرب؟ هقول لك اه. لانه منتخبنا الوطني في هذه المباراه خصوصا مع بدايه الشوط الثاني، انت لياقتك البدنيه نزلت بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة جدا.
لكن يعني امور غير مبرره او مباراه غير مبرره وغير مفهومه. مصطفى محمد الحقيقه اللي انا بعتبره احد نجوم المباراه او النجم الاول في هذه المباراه استطاع ان يحصل على ضرب جزاء في وقت صعب جدا. محمد صلاح دخل وحط جون، يعني هو ده الوقت اللي بنحتاج فيه محمد صلاح. محمد كان غايب خلال احداث هذه المباراه تماما، ولكن سجل هدف التعادل، لان احنا كلنا كمصريين قلوبنا كلها وقعت. يعني حتى ومحمد وهو بيشوط الكره شاطها جت في العارضه وقامت معديه على خط الجول وداخله جول، كلنا ما بقينا مش عارفين. لكن هو حقيقه الامر هو تعادل بطعم الخساره، لانه انت هتعمل ايه بقى مع المنتخبات القادمه؟ السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها او البطوله اللي فاتت لما كنا اتغلبنا من نيجيريا، اديك اتغلبت من نيجيريا برضو، لكن ولا اقصد شيء ولا اقصد التقليل من اي منتخب، ولكن عندما تلتقي مع موزمبيق فرص فوز منتخب مصر على موزمبيق فرص كبيره جدا جدا تصل الى 95-99%. لكن انت دلوقتي صعبت على نفسك المجموعه وصعبت على نفسك اللي جاي. تخيل حضرتك، انا بقول لكم سيناريو ممكن يحصل، ليه لا؟ دلوقتي مباراه غانا وكاب فيردي هتبدا خلاص. تخيل حضرتك غانا كسبت، تمام، عندك المباراه اللي جايه انت بتلعب غانا، والناحيه الثانيه موزمبيق بتلاعب كاب فيردي. تخيل حضرتك ان انت لا قدر الله عملت نتيجه غير ايجابيه مع غانا، والناحيه الثانيه موزمبيق كسبت كاب فيردي، يبقى موقفك ايه؟ هيبقى عندك ساعتها قول نقطه، لو انت يعني اتغلبت من غانا لا قدر الله، وهيبقى عندك المباراه الاخرانيه حتى لو كسبت 1,000,000 او 2,000,000، ولكن هتنتظر نتيجه مباراه ساعتها غانا بقى وموزمبيق. لو الاثنين اتعادلوا يبقى انت بقيت ثالث. تخيل حضرتك السيناريو اللي انا بحكيه لك ده، هل ده ممكن يحصل؟ ممكن جدا يحصل. لكن خلينا الاول نتفرج على مباراه غانا والراس الاخضر اللي هي بدات منذ قليل، وهنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، وبعد كده نتكلم عن هذه المجموعه. ولكن بهذا الاداء السلبي وبهذا الاداء لكل اللعيبه الحقيقه، طلع الشناوي بره اللعبه وطلع مصطفى محمد، التسع لعيبه اللي باقيين كلهم سيئين. كلهم سيئين. انا شخصيا اتمنى مباراه غانا وكاب فيردي دلوقتي تنتهي بالتعادل، عشان يبقى الدنيا ايه زي ما احنا، وكاننا هنبدا البطوله من المباراه القادمه اللي هي يوم الخميس ان شاء الله. وزي ما قلت لكم افكركم بمباراه المنتخب الوطني في الامم الافريقيه الماضيه، خساره امام نيجيريا ثم فوز وفوز 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 حتى المباراه النهائيه، وصلنا المباراه النهائيه وخسرنا اللقب، ولكن بعد خسارتنا لاول مباراه امام المنتخب النيجيري، وقتها كان كارلوس كيروش هو المدير الفني للمنتخب. عشان كده كل الكلام ده هنتكلم فنيا عن المباراه في الجزء الثاني من هذه الحلقه وكل هذه الامور، ولكن يجب ان يكون هناك دعم لمنتخبنا الوطني. الكل على قلب رجل واحد، عندنا اخطاء، عندنا امور فنيه صعبه شفناها في هذه المباراه عندنا، ولكن انا شخصيا واحد من الناس اللي هيؤازر منتخبنا الوطني لغايه اقصى درجه، وهنفضل في ظهر ومؤازره منتخبنا الوطني، لان الحقيقه يعني ما يحدث من تكاتف من كل الشعب المصري تقريبا او بنسبه قول 95% وال 5% اللي باقي ما لهمش في الكوره، ما بيحبوش يتفرجوا على كوره، بنسبه 95% من الشعب المصري يتمنوا ان منتخبنا الوطني يستطيع ان يفوز. هل اللعيبه مش واصل لها كده؟ انا بقول لحضراتكم ان اللعيبه واصل لها هذا الكلام، لكن بالاداء اللي شفناه النهارده ده زي ما قلت لحضراتكم لا توجد مبررات. يعني انا مش هينفع اطلع اقول لحضرتك مبرر عن ان المنتخب اتعادل النهارده، لا، ولكن اقدر اقول لك الرطوبه في اسك او انا اسف في كوت ديفوار تحديدا صعبه جدا جدا جدا.
ولكن احنا يا جماعه كل اللعيبه دي بتلعب معظمهم باستثناء محمد وصلاح ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه والنني، بقيه اللعيبه كلها بتلعب في مصر. فمن الطبيعي جدا ان احنا نبقى عارفين ان ورحنا لعبنا في ساحل العاج كتير جدا. ولكن احنا في ظهر منتخبنا الحمد لله ربنا كرمنا في اخر المباراه بهدف بضرب جزاء، يعني انا كنت اتمنى ان مصطفى محمد اللي يخش يشوطها الحقيقه، علشان مصطفى وجهه نظري ان هو افضل لاعب في هذه المباراه مصطفى محمد، لانه يجب ان يكون هناك زي ما قلت لحضراتكم وزي ما بقول لحضراتكم دائما مؤازره قويه جدا لغايه يوم الخميس اللي جاي في مواجهه مع منتخب غانا اللي انا شايفها مباراه صعبه، صعبه جدا، اختبار صعب للعيبه المنتخب وجهازهم الفني. ولكن انا شخصيا واحد من الناس اللي عنده قناعه كبيره جدا جدا بهذا المنتخب. مباراه وحشه حطها على جنب، مباراه سيئه حطها على جنب، لكن المباراه اللي جايه لا تقبل القسمه على اتنين.